اليوم الرأي العام المغربي منشغل بواحد الفضيحة، ألا وهي تورط الوزير مصطفى الرميد في قضية ديال عدم تسجيل الكاتبة ديالو الله يرحمها جميلة بشر اللي كانت كتشتغل عنده في مكتب المحاماة في الدار البيضاء. وهنا انشغال ديال الرأي العام المغربي بهاد لافير ليس فقط لأن حيت جميلة بشر الله يرحمها ما مسجلاتش في الضمان الاجتماعي، لأن المغاربة ألفوا في تقريبا واحد النسبة كبرى ديال المقاولات والشركات ما كيسجلوش الأجراء ديالهم، ولكن التورط ديال الرميد في هاد لافير هو اللي عطى واحد الطابع خاص اللي جعل الرأي العام يغلي ويجعل الرأي العام يحس بالضغينة. علاش؟ لأن مصدر الخرق منين جاي؟ جاي من عند وزير يتولى حقيبة حقوق الإنسان، أي الوزير الذي يفترض فيه أن يسهر على ضمان تمتيع كل مغربي بالحق ديالو المنصوص عليه دستوريا. والأفضع أن الرميد كيمشي بسميتنا نحن الجنيف الأمم المتحدة باش كيترافع على أساس أن المغرب يحترم الاتفاقيات الدولية وعلى رأسها العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية. وهذا العهد الخاص بالحقوق الاقتصادية أشنو هو الركيزة دياله؟ وهو أنه العمال والمستخدمين كيتمتعوا بكافة الحقوق ديالهم وعلى رأسها الانخراط في الضمان الاجتماعي وتمتيعهم بواحد الحياة كريمة ما بعد التقاعد، وتمتيعهم بالتعويضات العائلية، وتمتيعهم بالتغطية الصحية إلى آخره. كيفاش؟ أنت وزير كتمشي لجنيف والمحافل الدولية وكتقول لهم بأن المغرب راه يحترمه ويلتزم وينفذ ويصادق ويبارك، وانت اول من يدوس على العهد الدولي ويدوس على الدستور ويدوس على القوانين ويدوس على كذا. هذا ما جعل المواطنين يحسون بواحد الحقره ويحسون كيف حاميها حراميها. هذه الاولى غروندو اللي جعلت المغاربه ينشغلوا بهذا لافير ديال تورط الرميد، وهو انه الحكومه في شخص الرميد وفي شخص زميله رئيس المجلس الاداري ديال صندوق الضمان الاجتماعي سي أم كراز اللي هو وزير التشغيل، مفاتيح كل يوم يسخرون ويرسلون الفيالق ويرسلون الكوموندوهات. لماذا؟ لإرهاب دوك صحاب الحرف الصغرى، لإرهاب المقاولات الصغرى، لترويع صحاب المقاهي، لإرهاب المحلبات. علاش؟ سجلوا المستخدمين ديالكم في الضمان الاجتماعي. وكيفاش انت خويا حكومة ما كتسجلش الموظفين والمستخدمين ديالك في الضمان الاجتماعي وتصيفط لي انا الفيالق والكوموندوهات وترهبني؟ كنبيع ربعه الجبانيات في النهار ديال الريب، ولا كنصايب لاطه ديال الحرشه في النهار، ولا كنعصر 80 ولا 60 قهوه في النهار، ابين كندخل بصروف ديال لاجيستيون ديالي في القهوه، وتجي ترهبني انا باش نسجل المستخدمين ديالي في القهوه، وانت الذي يفترض ان تكون اول من يرعى ويحرص ويلتزم بالقانون لا تحترموه. هاد الثانيه. الثالثه هو انه لي بيناليتي الناجمه على عدم تسجيل هاد المستخدمين كتجعل الكونتور ديال الغرامات كيدور بشكل خنق اصحاب المقاهي، خنق اصحاب المحلبات، وخنق اصحاب المقاولات الصغرى اللي الان مساكن حتى لا بغاو يخلصوا كيجيهم هذاك الباسيف ثقيل جدا بشكل يجعلهم غير قادرين على انهم يوفوا الالتزامات ديالهم تجاه صندوق الضمان الاجتماعي. والرابعه هذا الظهير ديال الضمان الاجتماعي. اش كيقول هذا الظهير اللي هو يعني صدر في 27/7/1972 وصدر في الجريدة الرسمية يوم 23 غشت 1972 الصفحة 2178. ما غاديش نقراو حنايا الفصول ديال الظاهر لان طويلة، الانسان ممكن يعطينا لي ريفيرونس يمشي للجريدة الرسمية ويتيلي شارجيه ويقرا على خاطره، ولكن غادي نمشيو لواحد ثلاث فصول اللي هما العصاب ديال هذه الفضيحة اللي مورط فيها الوزير ديال حقوق الانسان الرميد. الفصل 21 اش كيقول؟ حيت الرميد كيقول لك لا حقه كذا راه هي مسكينه الله يرحمها ما بغاتش تسجل في الضمان الاجتماعي. يا سلام، الى حيدنا الانبياء اللي هما معصومين من الاخطاء ومصطفون من طرف الله سبحانه وتعالى، واش كاين شي واحد في العالم كيجي كيقول للباترون ديالو لا ما تسجلنيش في الضمان الاجتماعي، ما تسجلنيش في لاسيرونس، ما تسجلنيش في ليكورنيت فاكونس؟ يعني هذا استبلاد العقول المغاربه واستبلاد وضحك على 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 الراي العام المغربي. اش كيقول الفصل 21 من الظاهر للضمان الاجتماعي؟ يعتبر المشغل مدينا ازاء مدى الصندوق الضمان الاجتماعي بموجب واجب الاشتراك، ويكون هو المشغل مسؤولا عن ادائه، يعني كيحصل يعني هذوك المقتطعات او المستحقات وتسددها على راس كل شهر للصندوق الضمان الاجتماعي. والفصل 22 كيزيد يزكي المسؤوليه ديال المشغل. ما تقولش لي انا بانه حق لا الموظف ديالي ولا المستخدم ديالي ولا الاجير ديالي لا قال يلا الله يجزيك بخير هذاك صندوق الضمان الاجتماعي بلاش ما بغيتوش. الفصل 22 حيت حنا ماشي في باب الاحسان، حنا في دوره القانون، خص القانون تحترم. يبقى المشغل متحملا وحده واجب الاشتراك، وتعتبر ملغاة بحكم القانون كل اتفاقية منافية لذلك.
والفصل المهم في الظاهر ديال 72 ضد الضمان الاجتماعي اللي هو الفصل الخطير 75، لان فيه الحبس على المشغلين اللي ما كيلتزموش بايفاء هاد المستحقات ديال الاجره ديالهم. اش كيقول هذا الفصل الفقره الثانيه منه؟ ويتعرض المشغل الذي يحتفظ لديه من غير موجب بالمبلغ المقتطع من اجره العامل لسجن تتراوح مدته بين 6 أشهر و3 سنوات ولغرامه يتراوح قدرها بين 120 درهم و1000 درهم. فعلاش هذا النص يعني كيتنفذ غير على الضعفاء وعلى البسطاء من اصحاب المحلبات والمقاولات الصغرى واصحاب الحرف في المغرب، بينما الباترونات اللي نافذين او وزراء او منتمون لاحزاب او قياديون في احزاب لا ينفذ عليهم هذا القانون؟ اذا هذا القانون عندنا ما نديرو به، نحيدوه. اللي كنا كنقولوا دوره القانون، خاص القانون يسري على الجميع. دابا الان نشوفوا الشق الاخر. هاد المستخدمه او هاد الكاتبه الله يرحمها اللي كانت خدامه عند السراميد في مكتب المحاماه، نفترض يعني تقريبا يعني حنا مغاربه كنعرفوا خرب بلادنا، يعني الكاتبه تقريبا الصالير ديالها تيدور في حدود واحد 3000 4000 درهم، كيقدر يوصل حتى ل 6000 درهم. حنا نفترض بان الصالير ديال الانسانه 4000 درهم. 4000 درهم اشنو هي المستحقات اللي خاص تسدد من طرف المشغل لهذا المستخدم؟ حنا بدون ندير الدخول في هذا الحساب ديال الشرفات، يعني طلبنا حنا كجريده من واحد المكتب ديال الخبره قانونيه، قال لنا الله يخليك غدير لنا واحد لا سيميلاسيون. نفترض ان هذا المكتب ديال الراميد عنده واحد الكتيبه او واحد الكاتب ما تيخلصش ليه الواجبات ديال الصندوق الضمان الاجتماعي، ومشينا بواحد لاني دو باز اللي هي 1995 اي السنه التي وظفت فيها هذه المرحومه جميله بشر الى اليوم الله يرحمها، وافترضنا بان الصالير هو 3000 درهم. فقلنا لهذا المكتب ديال الدراسات الله يخليك دير لنا واحد السيميلاسيون، شحال في هذا الطابلو ديال المستحقات التي يجب ان يسددها المكتب ديال الراميد لفائده صندوق الضمان الاجتماعي؟ فها هي الوثيقه، يعني سلمها لنا مكتب الخبره. اشنو كتقول هاد الوثيقه هذه؟ بانه في المجموع، باش ما ندخلوش في التفاصيل، المجموع المستحق لفائده يعني المكتب 252581.51 درهم. هذه كديون برينسيبال، يعني ماشي الغرامات. اما الا دخلنا الغرامات راه هذا يعني حديث اخر. إذن هذه الفضيحة إذا كان لها من فضل، والله يرحم هذه السيدة اللي ماتت جميلة بشر، فلكان لها من فضل فهي أن عرّت على هذا الموضوع، هذا من جهة، ومن جهة ثانية يعني أحسن عزاء اللي ممكن يعني يطوي هذا الملف هو أنه السراميد يجي يقدم السويرتات ديالو ويقدم استقالته ويمشي أمريتنا ما عنده باس. علاش؟ من جهة يعني حفاظا على ماء الوجه ديال المؤسسة ديال الوزير، لأن باش ما تبقاش هاد من هبة ودب يعني اللي السمعه ديالو ملطخه بالفضائح يتولى هذا المنصب ديال الوزير، والا غدا المواطن المغربي ما غيبقاش مني غنجي نقول له دوله المؤسسات ما غاديش يبقى يحترم هذا الشعار، ما غيبقاش يحترم هذا المبدا. هذا من جهه ثانيه، ومن جهه ثالثه هو ان توقع واحد الرجه في المجتمع المغربي باش لكل يعني اجير العرق ديالو ما يضيعش من طرف يعني المشغلين ايا كانت المستويات ديالهم. اللهم اذا كانت شي مقاوله في حاله عسر، هنا راه شكل اخر، راه كيداروا ديبلون ديال دورولونس وكيداروا مخططات ديال مساعده المقاولات التي توجد في حاله عسر. اما باش تجي انت كوزير وكحزب وتجي انك تبدا تكذب على الشعب بالشعارات بانك كتدافع عن الحقوق وكتدافع في حين انت اول من يدوس عليها، فهذا راه استحمار واستبلاد لذكاء المغاربه.